السوشيال ميديا جزء في حياتنا كلنا، مش هننظر على حد نقول احنا بنستخدم اقل او اكتر، لا كلنا بنستخدمه، لكن بعض الناس واخده الموضوع بشكل شويه هستيريا، في هستيريا السوشيال ميديا دلوقتي. صح. ازاي نقلل استخداماتنا او ازاي تاثير السوشيال ميديا ما يبقاش بالشكل الكبير ده على الصحه النفسيه للشخص؟ طيب خلينا نقول ان يعني السوشيال ميديا دلوقتي بقى ليها تاثير سلبي اكتر من التاثير الايجابي، وده بنسبه كبيره جدا لانها ادت الى زياده الاصابه بالاكتئاب، القلق والتوتر، ان احنا ساعات بنلاقي ناس عندها الهوس، وفي ناس بتصاب باضطراب الوسواس القهري نتيجه استخدام السوشيال ميديا. طيب يعني ايه؟ يعني هقول لك في حاجه خلينا نتكلم عنها النهارده، هي اسمها متلازمه فومو. المتلازمه دي هي اصلا حاله ادمانيه سلوكيه، يعني هي عباره ان الشخص دلوقتي بيبقى خايف طول الوقت لو ان الاحداث تفوته. ايوه بالظبط كده. يعني ان هو دلوقتي عنده مشكله ان يبقى في حدث يفوته في الوقت الحالي، فيبدا على طول بشكل اجباري واضطراري ان هو يراقب موبايله 24 ساعه، حتى لو هو ممكن يطبق، ممكن يحس ان هو نايم ولسه حاسس انه بيستخدم الموبايل وبيسمع صوت النوتيفيكيشن مثلا دلوقتي، ان هو هيبص عليها يشوف ايه الابديت بتاع الاشعارات بتاعته على السوشيال ميديا. ده كله بيخلي الناس في حاله من القلق والتوتر. طيب ايه الدوافع النفسيه اللي بتخلي الناس تصاب بالمتلازمه دي؟ اول حاجه ان الناس دي اصلا ناس معرضه للقلق، يعني هم سمات شخصيتهم قلقه جدا. الناس دي بتفضل طول الوقت حاسه ان هي عندها مشكله، ما بتحسش بالامان، في خطر وفي تهديد على طول محاصرهم، فعلشان يهدى القلق والتوتر ده بيحسوا دايما ان هم عايزين يسبقوا بالاحداث او يبقوا في وضع الاستعداد. تاني حاجه ان بيبقى في ناس اوريدي برضو، الناس دي بتبقى مصابه بالصدمه، يعني تعرضوا لصدمه نفسيه او صدمه عصبيه قبل كده، فالعقل طبعا بيمنهج ان انا علشان ما اكررش الصدمه دي فباخد احتياطي بان انا برضو اتابع المستجدات الموجوده على السوشيال ميديا عشان مش عايزه اقع في الصدمه دي، مش عايزه الاقي حدث جديد يخوفني. ايه طبيعه المستجدات اللي ممكن تخلي حد قاعد قلقان ان هو ما عرفهاش؟ زي مثلا هقول لك مراقبه الناس، اقل حاجه ممكن نشوفها تفهم، يعني حد بيراقب المجتمع بتاعه، صحابه واهله، يشوف الابديت بتاعهم على طول، ده في حد ذاته بيحس ان هو لو ما عرفوش يصاب بصدمه. يعني اللايك او الكومنت مثلا، لا الاحداث. يعني مثلا خطوبه فلانه، فرح فلان، مين حصل حدث حاجه، حدث ما، ايفنت معين ممكن بالظبط، في حدث وفاه، حدث سير، في ناس تشاؤميه، يعني دايما اصلا بتستخدم زي مثلا وسائل التواصل زي الفيسبوك، بتقول لك ايه، انا على طول كل البيج بتاعتي او الاكونت حوادث، كله حوادث. فعلى طول ده قلقان، بيبقى عايز يدخل يشوف النهارده ايه اللي حصل، خايف يكون حد من قرايبه مسه ضرر، حد مثلا حصل له حادثه، فبيبدا يشيك على طول علشان يشوف ده فيمنع حدوث الصدمه عليه، او بيحس ان هو بيتهيأ لها، وده طبعا غلط، هو بالعكس هو مصاب بالقلق وهو مش حاسس، هو بيخاف نتيجه تعرضه لصدمه سابقه قبل كده. فالناس اللي زي دي بتبقى عرضه ان هي تصاب باضطراب الوسواس القهري بدرجه من الدرجات، او تصاب بالهوس اللي احنا اتكلمنا عليه. طب الهوس ده بقى اللي بيؤدي الى اضطراب المزاج، ان تلاقي الشخص اصلا اوت اوف مود على طول، مش مرتاح، محبط، مش راضي عن نفسه، مش راضي عن المجتمع، هو دايما حاسس ان هو لا قابل نفسه ولا قابل المجتمع، عنده افكار سلبيه كتير، افكار سوداويه، وده طبعا اللي بيزود معدل الاحباط واليأس، هو ما عادش عنده قدره ان هو يعمل اي حاجه في الحياه، هو حاسس طول الوقت انه بيقارن نفسه من خلال شاشه بالناس، مفيش خلاص محيط تاني، مفيش حياه او محيط مادي هو بيتعامل بيه، هو بيقيم نفسه طول الوقت من خلال الموبايل، بيقيم حياته، بيقيم تعامله مع اسرته، بيقيم وضعه المادي، بيقيم وضعه الاجتماعي، بيقيم وضعه النفسي. الناس حتى بتقيم مودها بالمقارنه بناس ثانيه. فدي كارثه، ان انا دلوقتي بعد على السوشيال ميديا هي اللي بتقيمني، هي اللي بتخليني يبقى عندي الصوره الذاتيه عن نفسي عامله ايه.